كبيرة، وزي ما سيادتها قالت البروتوكول النهارده ده احنا اشتغلنا من قبل ما نتوقع، اشتغلنا من قبل انشاء الوحدة. احنا استضفنا الأسبوع اللي فات مجموعة مصريين في الخارج، يعني زي ما قلت لحضراتكم إن المشكلة إنه في كتير أوي مصريين في الخارج عايزين يسكنوا في مصر، بس يعني مش لاقيين المكان اللي يقدروا إن هما يخلص لهم التراخيص والإجراءات بتاعتهم. فالحمد لله الوحدة دي هتبقى موظفين متخصصين من وزارة الهجرة، وهيكون أيضا معانا أهالي عامل استثمار 9 موظفين، وإحنا أوريدي بعتنا ميل في كل وفقا للبيانات اللي جاية من وزارة الهجرة لكل المستثمرين الموجودين في الخارج المصريين، وتواصلنا معاهم بالفعل بحيث إن إحنا في فوكال بوينت اللي هي عامل استثمار وزارة الهجرة هيبقى موجود بصفة مستمرة. التنسيق مهم والتعاون، الاستثمار لازم يتم وفقا لتنسيق جميع الوزارات وجميع الجهات مع بعض، ودي إن شاء الله البداية، والفترة الجاية هتحتاج كتير من التعاون مع الوزارات.